أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء في النشرة الأخبارية من قناة المقلة المحلية، وبداية نستهلها بأبرز العناوين. تسجيل 5 حالات إصابة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، منها حالة وفاة بساحل حضرموت. جهود مشتركة لضمان توفير المواشي للسوق المحلية بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك. الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تقديم مساعداته الغذائية لأهالي حضرموت. السادة المشاهدين، من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت منصة وعيات تابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت عن تسجيل 5 حالات جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، منها حالة وفاة وحيدة. وأوضحت منصة وعي في بيانها أن من الحالات المصابة حالة وحيدة مخالطة، كما بيّنت مواقع أحد حالات بمنطقة الريدة الشرقية والأخرى في حي المساكن بفوة، وبهذا ترتفع عدد الحالات في ساحل حضرموت إلى 33 حالة، بينها 4 حالات شفاء و10 وفيات. أشاد فريق مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن السيد مارتن غريفيث بطريقة إدارة السلطة المحلية بحضرموت للأزمات في المحافظة. جاء ذلك في لقاء تشاوري عقد على شبكة الإنترنت جمع محافظ حضرموت بفريق مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن. وثمن فريق المبعوث الأممي قدرة المحافظة على تجاوز الخلافات والأزمات وجمع كل الأطراف في المحافظة حول مستقبل حضرموت. وقال المحافظ أن قيادة المحافظة حريصة أن تكون النموذج للتعايش السلمي والاستقرار ونبذ العنف والإرهاب وتقديم العون لمختلف المحافظات، مؤكدا أن الحل الأنجح لحل النزاع الحالي هو العودة إلى اتفاق الرياض. نفى الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري مرور أي تعزيزات عسكرية عبر المناطق الواقعة تحت سيطرة المنطقة العسكرية الثانية للمشاركة في الأحداث الأخيرة، مؤكدا أن مهام المنطقة العسكرية الثانية تتجلى في حفظ أمن واستقرار حضرموت والبلاد وحماية مواطنيها، مؤكدا جاهزية قوات النخبة الحضرمية واستعدادها لحماية حضرموت وحفظ استقرارها ونجاحها خلال هذه الظروف ونموذجيتها في خدمة المواطنين بمديريات ساحل حضرموت. وقال الجابري أن الأجواء السياسية المحيطة بحضرموت استغلها البعض لترويج تلك الإشاعات بهدف تشتيت الهدف السامي لتلك القوات ومهمتهم الرئيسية في حفظ أمن المواطن واستقرار البلاد. أولت الجهات المختصة البواخر والسفن الخشبية المحملة بالمواشي اهتماما خاصا بشأن تسهيل دخولها إلى ميناء المكلا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا. غرفة الأخبار أعدت لنا التقرير التالي، نتابع. بين السماء وعلى سطح البحر مخاوف من تفشي فيروس كورونا في مخطاف ميناء المكلا، المكان الذي تحجر فيه البواخر والسفن الخشبية ضمن إجراءات احترازية فرضتها الجهات ذات العلاقة للحد من تفشي هذا الوباء. على أسطح هذه السفن لا يوجد هنا إلا الطواقم الطبية وأفراد خفر السواحل اللذان يقومان بفحص البواخر قبل دخولها إلى الميناء ومعاينة البحارة للتأكد من خلوهم من الأمراض، وكذا تحريز وتفتيش البواخر والسفن الخشبية. حبة اللي خصنا احنا في الموضوع ان احنا نقوم فحص طاقم الباخرة او البوم، بعد فحصه يتم دخوله الى حوض الميناء، بعد دخول حوض الميناء تقوم الجهة المختصة لها هي مكتب زراعة تقوم البيطرين بتحميل هذه المواشي إلى المحاجر. بالنسبة للإجراءات الاحترازية اللي يقوم بها مكتب الصحة داخل الميناء، هي في سلندر عالمي للاحترازات أن يقوم بعملية فحص البواخر داخل المخطاف قبل وصول الميناء الباخر إلى الميناء. يتحرك الفريق الصحي إلى البواخر ويقوم بمعاينة البحارة داخل الباخرة، قياس درجة حرارة لهم، تشيك علامات أعراض عليهم في حالة خلوهم من أي علامات أعراض، درجة حرارتهم كويسة بدون أي مشاكل،
بعد ذلك يسمح بدخول بواخر للميناء. اهتمامات خاصة من الجهات المعنية أولتها السفن والبواخر الخشبية المحملة بالمواشي لتلبية احتياجات السوق المحلي بالمواشي الكافية تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك. اتفقنا على آلية للاستيراد وخاصة في وقت صعب جدا ووقت انتشار فيروس كورونا يعني. فكان مكتب زراعة حاضر بكامل طاقمه في هذا الاجتماع وتحمل المسؤولية كاملة حول فحص المواشي والتأكد من شهادة المنشأ ومن ثم أخذها إلى المحجر. على هذا الأساس بدأنا في عملية الاستيراد، والاستيراد المواشي طبعا وفق توجيهات المحافظ يتم تحت إجراءات طبية صارمة جدا. هذه المواشي تخضع للفحص الظاهري من قبل إدارة الصحة الحيوانية بمكتب الزراعة والري، ويتم التأكد من الشهادة الصحية البيطرية للتأكد من خلو هذه المواشي من الأمراض. نقوم فحص الوثائق المرفقة بالشحنة المتعارف عليها دوليا، طبعا من ضمن هذه الوثائق اللي هي شهادة السيرتيفيكيت يعني شهادة الصحية البيطرية، أيضا شهادة المختبر البيطري، أيضا شهادة الأورجينال اللي هي شهادة المنشأ الأصلي لهذه الحيوانات. طبعا نطابقها، إذا ما كانت مطابقة للشروط الصحية يتم بعدها إدخالها إلى البلد وتم نعمل فيها الإجراءات الصحية الأولية. بعد استيفاء كل هذه الإجراءات لمنع انتشار وباء كورونا وبعد التأكد من سلامة المواشي من الأمراض، يتم إعطاء الإذن بالإفراج الأولي إلى الجمارك، ومن ثم يتم فحص المواشي من قبل كوادر مختصة في المحجر البيطري. تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها الإنسانية في إيصال المساعدات الغذائية للأسر الفقيرة والمحتاجة الذين يعانون أوضاعا اقتصادية صعبة في حضرموت، وتأتي هذه المساعدات في إطار خطة عاجلة وضعتها الهيئة للتدخل الإنساني للتخفيف عن الأسر المتضررة التي تأثرت بشكل مباشر من توقف العمل ومنع التجول الجزئي الذي يطبق في البلاد خلال هذه الأيام كإجراء احترازي للحد من انتشار جائحة كورونا، حيث وزع فريق الهيئة 1000 سلة غذائية مستهدفة نحو 5000 فردا من الأسر المحتاجة في مديرية غيل بنيمين، شملت الاحتياجات الأساسية من المواد التموينية الضرورية. دشن الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا الحملة التوعوية ضد الحميات الفيروسية بمديرية المكلا وبروم ميفع بإشراف مكتب الصحة بساحل حضرموت، وقسمت الحملة التوعوية إلى محورين رئيسيين للوقاية من فيروس كورونا وحمى الضنك، وأطلقت الحملة عبر المكبرات الصوتية لعدد من السيارات والتي جابت أرجاء المديريتين لتوعية جميع شرائح المجتمع عن خطر فيروس كورونا وحمى الضنك برسائل صوتية تم تسجيلها وإنتاجها، وتشمل الحملة توجيه الرسائل الكتابية للتحذير من الأسباب التي قد تكون سببا في انتشار وباء كورونا. يواصل شباب من أجل حضرموت حملة الرش الضبابي على أحياء مدينة المكلا لمجابهة البعوض الناقل للحميات بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية مدينة المكلا، واستهدفت الحملة منطقة شرجبة سالم و40 شقة ومنطقة الهندسية، ودعا شباب من أجل حضرموت جميع المواطنين إلى التوعية الوقائية وعدم ترك المياه الراكدة التي تتسبب في تكاثر البعوض الناقل للحميات المعدية. وفي مدينة سيون، حيث تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة الثلاثاء الدفعة الثانية من المساعدات الطبية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى بلادنا لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وشملت المساعدات العديد من الأجهزة والمعدات الطبية التي ستستفيد منها أقسام العناية الفائقة بمستشفيات البلاد وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية ذات الاحتياج العاجل في القطاع الصحي، بالإضافة إلى العديد من الأدوية والمستلزمات الأخرى كالمطهرات والمعقمات التي تستخدم لمواجهة وباء كورونا.
وافتتح في مدينة سيئون ملحق مركز العزل العلاجي لفيروس كورونا بهيئة مستشفى سيئون بتمويل من السلطة المحلية ومكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء. وخلال الافتتاح أعطى مدير مكتب وزارة الصحة بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي شرحا عن المركز الذي تم تجهيزه بسعة 60 سرير موزعة على 5 غرف ومجهزة بوسائل التكييف. والمقرر أن يعمل المركز على استيعاب الحالات التي لا تحتاج إلى عناية تنفسية وحالتها الصحية مستقرة. وفي مديرية دوعان تمكنت الأجهزة الأمنية بالمديرية من إفشال محاولة لتهريب القات بسيارة إسعاف مخصصة لنقل المرضى والموتى. وقال مصدر أمني في دوعان أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إفشال عملية تهريب كمية من القات عبر سيارة إسعاف مخصصة لنقل المرضى والموتى إلى المديرية. وأشاد المصدر باليقظة العالية لمنتسبي الجهاز الأمني في إفشال عمليات التهريب الشبه يومية إلى مديرية دوعان. أحبطت القوات المسلحة الجنوبية في محافظة الضالع محاولة زرع عبوات ناسفة قامت بها مجموعة مسلحة من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية غرب مديرية قعطبة. وقال مصدر عسكري أن العملية خلفت 5 قتلى من ميليشيا الحوثي بينهم قيادي ميداني كبير، مشيرا إلى أن القوات الجنوبية تصدت للميليشيا أثناء محاولة التسلل باتجاه مواقع القوات المتقدمة غرب مديرية قعطبة، وكانت تحمل أحزمة متفجرة وعبوات ناسفة تعمل بالأشعة تحت الحمراء. وأوضح المصدر أن خلال عملية إحباط عملية التسلل تم العثور على 5 قطع سلاح نوع كلاشينكوف وأحزمة ناسفة. وبالعاصمة عدن قال سكان محليون أن حريق هائل اندلع الثلاثاء في مدينة المنصورة جراء حادث مروري لصهريج وقود مشتقات نفطية. وقال مصدر محلي أن حادث مروري لصهريج المشتقات النفطية في منطقة ريمي بالمنصورة بالقرب من مستشفى صابر تسبب باندلاع حريق هائل مما أدى إلى إحراق منزل وسيارات، ولم تذكر الجهات المختصة وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية ما عدا أضرار بمنازل المواطنين. والآن مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية. السادة المشاهدين، هذه كانت تفاصيل نشرتنا الأخبارية، ومجددا نذكركم بأبرز العناوين. تسجيل 5 حالات إصابة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا منها حالة وفاة بساحل حضرموت. جهود مشتركة لضمان توفير المواشي للسوق المحلية بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك. الهلال الأحمر الإماراتي يواصل تقديم مساعداته الغذائية لأهالي حضرموت. سيداتي وسادتي، هذه كانت نشرتنا الأخبارية من قناة المكلا المحلية. نشكركم على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.